أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ومثل كل يوم نحن منلتقى مش بس بهالحضرة، هيدا مفتاح على مر الزمن متواصلي، بس تحس بأي إحساس، بأي زعل أو غضب، هيدا شي طبيعي، بتكون ميت إذا ما حسيت. بعت لي إيميل مريم@مريمنور.com، ما تتلفنوا، ما تتخسروا. دغري ببعت لك الجواب، ما بطلع من البيت تقريبا ابدا، بجي على التلفزيون بس وبقعد عندي بتسلى وبقرا وبكتب. فاذا لا تبعتوا تليفونات، قد ما فيكم بعتوا صدقه قد ما بتقدروا، من إماطة الأذى إلى لا إله إلا الله، تاخدوها معكم على القبر. شو بدي وسع قبرنا إلا أعمالنا؟ ما تعيش فقير تتموت غني ويتخانقوا عليك مين بده يورثك. تتذكروا البي اللي ما كان يسمع، راح عند الطبيب قال له رح صلح لك السمع، حط له مكنة ما شافوا الأولاد، بس قل لي شو بيصير معك بعد 15 يوم. بعد 15 يوم رجع لعند الطبيب قال له شو عملت؟ قال له غيرت الوصية 4 مرات. عم بيتخانقوا عليك يبني يدفنوه، شو نعمل له دفن يعني؟ ما هو اللي مش بياخذوا الزبالة ما بنبعته. لو الزبالة تبعنا يعني؟ قال له ما البلدية عندها سيارة تبع الزبالة. شو هو عم يعني بيسمعوا عم بيقشع عم بيعرف شو؟ قال له وسمت انه ترك لنا هيك بنجيب سيارة مرتبة انت عيش بس اللي معك. الزوجة، ليش ما قلت لي انك فقير قبل ما نتزوج؟ كنت ما تزوجتك. شو قال لها؟ انت ما كنت تستوعبي لما كنت تسأليني شو بملك، كنت قلك انه انت كل شيء بملكه بهالدنيا، وانت كنت تستحي وتضحكي مثل الهبلة، وبعدك هبلة وبهلة. مظبوط يا روح حياتي انت. تاني يوم بعد ما تجوز وزحتت قال لها الابره ما كنت شايفه قدامك؟ خلصنا مرق. تاني يوم ولو ما هالقد عمية. واحد سأل امه ليش في عيد الام وما في عيد الاب؟ ردت عليه وهي معصبه ولو ما في 7 اب، ما في 7 ام، في واتساب، واتساب ما في واتس ام، في كاتش اب ما في كاتش ام، وفي علي بابا وما في علي ماما، وفي بابا غنوج وما في ماما غنوجه، في بابا نويل وما في ماما نويل. ضاقت عينك على هاليوم، عينك عيل عن ابوك علي، ابوك علي جنبج ابوك. بس هون عيد الام مره بالسنه، هلا في عيد البي فيه. في عيد الكلاب هلا، وعيد البسينات، عيد الارزه، ونكب كل شيء تحت الارزه ونرجع شيء بجاب بالزباله. عيد ابونا اللي بالسما، وابونا بالبيت، وابونا بالكنيسه، والشيخ اللي هون، والشيخ اللي هون، والشيخ اللي هون. كل يوم لازم يكون في عيد، عيد سعيد. كل لحظه عيد إذا بتعرف أنت إنك ما تعيد. انتبه، صارت الإعادة إبادة. كلنا منردد شو بينفرض علينا، وشو قالتنا أمريكا، وشو قالت إسرائيل، وشو قال فلان وفلان. هيك لازم نكون، وهيك لازم تلبسي، وهيدا الكعب العالي اللي بترطي، وهالشفاف اللي هيك، والعلك اللي بتعلكي فيها. كل مسلسلاتنا ما في عنا كان شوشو وزياد الرحباني تعانوا ما منستاهلوا، بس ميت وطن والديمقراطية وكلها يعني. بس أشطب زو، أنا ماني مهذبة، ما عندي مجاملات اجتماعية أبدا. قالوا ليه؟ ليش ما بتكلمش مراتك من يوم ما تجوزتها من 2 سنين؟
قال له أصلي مش متعود قاطعها وهي عم تتكلم. قال له أنت بتحكي وليل مجوز أنت؟ قال له بس ما بتكون عم تتواب. بقل لي شي كلمة. هي نكت بس هي حقيقة. مرة طاقتها صعود على طول. هيو انكماش. هو شو بده منها؟ بخيلة وساكس وبنام. هي بدها تشتري وبدها تعمل لك بعدين بيجي الولاد بيقع بالشخ والفخ كلهم. لو ما في ولاد طلقت من زمان. مش عايز تبوس جارتنا ليه يا حبيبي؟ عم تقول له لابنها الصغير. قال لها لا مش عايز، اصلي خايف منها علشان بابا باسا اجيت وضربته. قالت له كيف ضربته؟ قال لها بالقلم ضربته. قالت له انا رح اعرف كيف بدي اضربه هلا. ولما انت متضايق من التسول شحاد هو، ما تسيبه تشتغل شغله ثانيه. انا خايف الناس تقول عني اني فشلت. ما قال صارت الشحادة هلا مهنة بلبنان. تعالوا شوفوا الشحادين، تعالوا شوفوا قديش في شحادين هلا. بتعرفوا يعني سوريا اهلا وسهلا فيكي، ما في حدود بيننا وبينك، يعني المصيبة عندنا وعندكم. بس اجى ولد على المدرسة، قالت له شو اسمك؟ قال لها أنا شامي. قالت له بعرف إنك شامي، أهلا وسهلا فيكم أهل الشام، بس اسمك شو؟ أنا شامي شامي. قالت له فهمت إنك من الشام، بس بدي اسمك. أنا شامي. بيلدغ بحرف الشين، ما بيعرف يقول سي، بده يقول لها أنا سامي اسمي يعني. فسرناه مهضومين. رح أقراها بعدين، قصة حلوة كتير إن شاء الله نقدر نختم فيها، وحقيقة وصارت بأمريكا. وهلا عم بيتعجبوا إنه كيف معقولة تصير هيك قصص؟ يعني صحيح في الله، في الله، بس غير الله يلي بتحكوا فيه رجال الدين والسياسيين. في إلهية، في دعاء، ادعوني أستجيب حقيقة. بس أي الله عم ندعي؟ الله صغرته وزحلة يعني؟ احنا فاتحين الله حسابنا كلنا. هلا هيدي حقيقة كمان، عم بيتعجبوا كيف فيهم يغيروها. بس من بعد شو؟ صدمته هلا بأمريكا؟ فات واحد على محل ببيع، أنا فيك تعطيني دزينة بيتزا؟ ما منبيع بالدزينة، منبيع 12 6 3. تعودي بتحكي هيك. شو بس اشترى اغراض هو طالع من السوبر ماركت، بيحطوا حديدة تفصل بينه بضاعتي وبضاعتك اللي اشتريناهم. البنت يلي على الصندوق قالت ادي حقها، ما عليها سعر. انتبهوا، صاروا مكانات آلة مع آلة. فوتوا على المحلات وبتشوفوا بيحكوكن مكنة مع مكنة، مكنة مع مكنة، انت آلة وهي آلة. انت ونايم السيارة نايمة معك بالبيت بالأوضة. بتوعيك المرضى تتعطيك منوم، يا أختي منه نايم بس مكتوب على الورقة هيك. تطلع بالسيارة مدور، يا خي طفي لي هالسيارة. إنه بده يجبر خاطر الزبون تا الزبون يدفع له زيادة. شو عم تسمع الأخبار؟ ما بيتغير إلا التاريخ والأسامي. نفس السرقة والنصوصية والكذب والنفاق. من آدم وحواء وما قبله وبعده اليوم. وعلم آدم الأسماء. آدم شو كان قبل؟ ما كان يحكي. كلنا صرنا هيك، وين ما بتروح مكنات عم تشتغل وعجقة ومدري مين عم محول مكنة وهيك محول المكنة برا وهيك، ما حدا بحس بالتاني. فرد بيت الأم بتدعي ولادها على السفرة بها، تعوا صار في الأكل محطوط على السفرة. المكنة بتدور وحدة، السيارة بتدور لحالها، هيديك بتدور. اليوم إذا ما في ضجة بالبيت بتنام مدورة التلفزيون، مدورة هيدي الدفاية، مدورة. بدهم يحسوا بعجقة، بدهم يحسوا بضجة. عهدير البوسطة، كل اللي قالهم زياد الرحباني بشكرك، عم نعيشهم.
للحقيقة أولادنا كلنا اليوم بمدارسنا صاروا كلهم روبوتس. تلفنت أم على 9/11 بأمريكا، دخيلكم بدي ابني بلع نمل. قالوا لا معلش، إذا بلع نمل هلا النمل يعني بيقدر ياكلها الإنسان. قالت له لا بس أنا أعطيته هلا دواء تيقتل النملات. قالوا لا جيبي دغري بعتوا له، أعطيته دواء تتقتل النمل اللي أكلهم ابنها. هيك صارت. Life is so tough. It's even tougher if you are stupid. الحياة صعبة وأصعب إذا كنت مسطول. وين ما كان هلا عم نخطف، في عصابة تخطف أولاد هون وبرا. إذا بتشوفوا مثلا، إذا بتحب لبنان حب صناعة لبنان، إذا بتحب أمريكا حب صناعة أمريكا، كلنا عم نعملهم هون. بس الشنطة منين؟ والصرمية منين؟ والمهيدا منين؟ كله من برا، من الهند والصين واليابان ودرددددد. بعدين بيقعد بيحكي عن صناعة الخادمة، مرتك، صاحبتك، كلهم كله شغل برا. من الصرمية للحرمية. بعدين البضاعة اللبنانية. هيك بأمريكا وين ما كان عم نستورد من برا. ليه؟ لأنه أرخص. لا تغالي إلا بالغالي. جيب قلم بيكتب معك سنين. ما تشتري قلم بتكتب فيه يوم أو شوي أو بعدين بتكبهن. اليوم عم نعمر بيوت من قنينة البلاستيك. كيف عم نستعمل الزبالة النفايات؟ إنه شو شاطر ليك كيف عم نستعمل النفايات؟ صرنا نفاية عايشة مع نفاية. خلقك الله إيه مش نفاية. You are not a virus, you are a verse. ما بقى في احترام لهالمقام، لهالجسم، لهالحي القيوم اللي فيك. احترام للصرمية يلي لبستها هالحرمية وبتطرطق فيها. صارت الخادمة قبل ست البيت، لأنه ما بقى في أم، في خادمة. إذا فلت الخادمة كل الأولاد بتبكي. إذا راحت أمهم الرجال روحي. بتسلى بالأولاد، بفش خلقه فيه. والجد بالحفيد لأنه ما عاش طفولته. وبالسيجارة ما فيني اقول لكم شو عم بيزيد التدخين بالأشرفية. وين ما بتفوت وين ما بتروح على منع الدخان، حاطة طفلة هون بحضنا وهي حاطة الطفل بحضنا والقهوة مسكرة. شفتوا من الشباك عم بيأرجلوا اثنيناتهم الأمات هالطفل. ما فيك تقول شيء. البيو بيضربه، قلت لها بغيابك الخادمة عندك عم تضربه. البيو بيضربه كمان. رح نشوف هالصورة. هاي بتركيا موجودة بكل العالم. بيوت كهف بقلب الصخور. وادي النوبين بلبنان، بتونس، وين ما رحت، باليمن، بسوريا. ليش كانوا يعيشوا هيك؟ شوفوا هالبيوت ما فيها مرض. ولادنا ولاد الحارة ولاد الكل. ومرتك مرت فلان وبنت فلان واخت فلان وكلهم كان في مساكنة. مش بس أول مرة بتعرفها بتتجوزها، هيدا كبت. وين راحت هالبيوت؟ هيك رح ترجع تنبنى. مش طور أبراج برج العرب، جرب العربي. يا سما بيروت، يا سما لبنان. وينو السما؟ فوق. الله بالسما فوق قاعد. كلنا عارفين انه اليوم نعم لحيد هيدا عم يخطفك. انا واقع بين المسلح والمشلح. بدنا نشلح ونسلح الجيش. ليه بدك جيش؟ ليه بدي دمار؟ ليه بدي اتخانق انا وسوريا؟ ليه بدي سوريا تيجي على لبنان ولبنان وعلى الاردن والاردن تروح لهونيك؟ ليه عم نهرب؟ شو السبب من ايام قايين وهابيل لليوم بعدنا بهالهبل؟
أنا بقوي جيشي الداخلي وأنت بتقوي جيشك، خلاص كيف بدي أقوي؟ بالصحة، بالصحوة، العقل السليم، بالجسم السليم، لأنك مريض بدك أكثر أبراج وبدك أكثر مدري شو بيوت ومدري أمر. كل البنايات ما فت على بناية يمكن بلبنان أو بهالبناية أو بالبناية عندك إلا ما فيها حياة، أموات. وين كنا بالجيران هيك الباب على الباب، تعمل أمي قهوة يشموا الريحة يجوا كلهم لعند روسا يشربوا قهوة. فلتت هلا بتطلع على دوما، ما فيني اقول لك يعني حكايه رئيس البلديه بدوما وهيك وهيك وكلكم ما عندك ايميل، كيف بدي احكي معكم؟ مشروع كبير، بس عرفوا انه عندي مشروع ينعمل بالملايين. قلت له لا دوما ولا غير دوما خلصنا، ما تعملوا شريع بقى، بدي انسان، عم فتش على انسان. نحن اثنين من دوما، ميشيل اسحاق ومريم نور، وعنده بيت حلو كتير وصدقه ما بده يبيعه. قلت له فينا نعمل شيء بدوما؟ قال لي رحت لقيت حالي غريب، رحت انا لقيتهم يشيلوا حجار وابطال، يا ابونا اشوي كله بسترينج وهيك. قلت ولا وين اهاليكم؟ عيب، شو عم تعملوا؟ قال لي ما فيني ليهم، لان انت هيك بدك. وين رئيس البلديه؟ وين هيك؟ شو عم تعملوا؟ ما قدرنا نعمل محطه ما فيها انحطاط، تصوروا كم مليار عربي، هالمليارات اللي عم تنصرف على السلاح. نازك الحريري شفتي اشارات من هالمره، ابنك حفيده. نعم، وانت سعد الحريري يمكن انا الوحيده اللي بفكر فيك كل يوم. شو عملت؟ شو عم تعمل؟ شو عم نعمل؟ من حرب الى حرب اكبر، فرق تسد، حتى بيسترجي يعطيني أي محطة أحط فيها ساعة بالأسبوع. لا فترة خطرة يا خيي، هلا ما بقى حدا 5% بأمريكا عم بيشوفوا تلفزيون، سموه كاوتش بوتيتوز. هلا عكف إيدك هون تك 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 تك، كلكم فوتوا على بيت الله. إذا واحد بالمليون بيصحى، إذا عندنا 5 بلبنان تهدى الحرب وبتروح الحزب وهالغير طاقة اسمها التأمل، the energy. إنما الأعمال بالنيات. شفتوا كيف عملوا هالعمليات برا، المريض ببيته ومن برا الناس بتعمل له عملية بالنوايا، عملية معه سرطان، معه ايدز، بدني قطشوا له اجره صلحوها، ما قطشوها بس بالنوايا. هالعلم حطه جورج جورجيف وأنطون السعادة بحلب بباب كوثر على أيام الكواكب. بس العرب ما بيقروا، إذا قرينا ما بنفهم، وإذا فهمنا ما بنعرف نوصلها، وإذا وصلناها ما نوصلها غلط، ترجع لنا غلط. بدي أحط كتاب اسمه أسئلة العرب، شوفوا الوضع. ها بنحطها كمان. هذا الوضع مش عاجبني، مهضومة. على شو بدك اياها؟ على كافيار يا مختار؟ مش عاجبك؟ قال له هاي المرة مش عاجبتني. قال له ليش؟ قال له لأنها مرتي. قال له شي طبيعي ما تعجبك مرتك، شوف مرت الجيران. قال له سألت على مرتي. قالت له مرتي ليش ما بتعاملني مثل ما الرجال عم بيعامل مرته والجار ليك ببوسها؟ قالت له قولك، قولك بتخليني؟ عم فكر بمرته؟ كيف بدي بوس مرت الجيران؟ دايما فوق التصوينه هونيك احلى جنينه، مرت الجيران احلى. نقعد ساعه نطلب بالمطعم شو بدنا ناكل؟ يا الله يا ريت طلبت مثل هيك، طلبت مثل لانه ما جوعانين، لانه ما بنعرف شو بدنا. هل ما ام العبد تلفنولا قالوا له ابو العبد عمل حادث اخذوه على المستشفى بدهم اياكي. قالت لهم جربوا فيتك انت، انا وصلت بل شو في انتم؟ هاي لغتنا مهضومه.
عندنا كل الكلمات يعني تطلع هيك بوقتها بمطرحها، هي ام العبد وابو العبد يعني. قال حست اجا جوزها على البيت، شو بتعملوا الصحبه؟ قلت له زت حالكم الشباك، روح جوز يعني زت حاله من الشباك ولقى في ناس عم بيرقدوا صار يركض معه، طلع فيه لقيه عريان. انه انت دايما بتركض عريان؟ قال لهم ايه، لانه انا وعريان بعرق هيك بنبسط بالركضه انا وعريان. قالوا له بس هيئتك لانك لابس كوندوم. قال لهم ايه بلبس كوندوم بس تكون عم بتشتي. ما كانت عم بتشتي يعني، بده يلاقي كذبه ما عم تزبط، بس دايما هيك يعني. فقيت على البيت لقى مرته نايمه مع واحد صيني. قال لي شو عملتوا ليه؟ قال لي شو بعرف صيني انا؟ شو بدي حكي؟ فت على المطبخ وعصرت كبايه لموناضة. قال لي هو شو عملت فيه؟ نبره ويقوم يعصر. شو بده يقول له يعني؟ فقيت لقى مرته قام قتلها. قال له القاضي ليش قتلتها؟ قال له بدك كل يوم اقتل رجال يعني؟ قتلتها لا. كلنا مهضومين لانهم عم بيصيروا يعني. اذا ما كانت هيك منا على الموضه. نعم. كل هالقصص اللي عم بتشوفوها انا بشكركم اللي بتبعتوا لي اياهم، بس انا بركبهم. بس هلا لما يخلص الوقت، قصه صارت بامريكا وبتعرفوا هالايام ما عندهم احترام للاسلام ولا لمحمد ولا لعلي ولا شيء، بما كسبت ايدينا ما شافوا منا الا الشر. في طبيب اسمه احمد، بس هالطبيب عنده كان اختصاص للاطفال وحده، صار يعلم غيرهم. عنده اختصاص بالايتام، درسها بالدين وشاف انه اليتيم دائما بحاجه الى نوع من الادويه، نوع من طريقه الشفاء. في مؤتمر بده يروح يحضره، وصل على المطار عطلت الطياره. طيب شو بعمل؟ باخذ سياره؟ اخذ سياره يعني رح يبلش بالمؤتمر وانا اللي بدي احكي؟ طيب قولوا لهم انه انا مأخر يعني هلا ما في طيارة تانية، رح اخذ سيارة وبروح من هونيك. حكوا اخذنا السيارة هيك ورايح مطرح، يلا يلا بعد ساعة رح اوصل. تعطلت السيارة، شو بدي اعمل؟ طيب لقى في بيت هيك، دق البيت، فتحت له مرة اختيارة. تفضل تفضل، انا عم صلي بس تفضل فوت، تشرب فنجان مي تشرب فنجان قهوة وهيك. قال ايه بقعد شوي برتاح. سمع صوتها، خلصت الصلاة واجيت. قال لها شو كنت عم تدعي؟ قالت له رح اقول لك. أنا عندي حفيد أمه وبيه عملوا حادث سيارة وماتوا، أنا اللي عم بربيه. وهالحفيد عنده مرض، قال في طبيب اسمه أحمد هو الوحيد اللي بيشفي هالولد. قال لها شو كنت عم تدعي؟ قالت له كنت عم بقول له يا الله انا ما فيني اروح لعند احمد، ما معي مصاري وهيك، بس قالوا لي انه بده يجي مدري لوين هون، بس انا ما فيني اروح لعنده. يا ريت هو في يجي، يا ريت فيك تبعت لي، يا ريت في حدا يجي ياخذ هالطفل يروح لعنده، هو الوحيد اللي بيشفي احمد، طبيب اسمه احمد هو اللي بده يشفي هالطفل. أخذ سيارة وأخذ الطفل وأخذ سته وراح على المؤتمر. قال لهم دعاء مستجاب، عرفت دعيت، عرفت تحكي مع الله الحقيقة. أنا جاي بدي أحكيكم، هيدا هو المريض وسته اللي شفيته وفركشت لي سفرتي كلها وجيت أنا لعندها والدواء منه دواء، الدواء هو بعض آيات من القرآن الكريم فيها طاقة بتمشي المسارات الميريديانز. هالمسارات بالميريديانز ما بيمشوا
إلا عند الأيتام، وقت بيقول لك تمسح إيدك على راس يتيم. وهالمسارات بصورة اسمها صورة العنكبوت.